ايش تعمل هني؟ والله مبنك في حومتي وشيخ في حومتي. شنو حومتي؟ حومتي كبيرة السكة بتاع المترو. السكة بتاع المترو وديدي كسر ولات حومتي جنبي. وديدي كسر المترو باش يتعدى الأربعة بتاع السبيع. والله مرحبا بي خاطر هذاك اللي باش اللي جابوا هون هذا ما تقول جاب نوفريس مش مشكل حاصل. أما تمني بالله برسم لك يوسف طب كلام نقول لك فيه ولا من الاخر من الاخر يوسف مش بالزيد نحكوا باللي وجه يوسف يوسف كي تحكي كاسكي باللي بالتالي اها بس نحي لك الكاسكيت وهانا شو نزيد نحي لك البلوزو يا بابا اتفضل ما على شدك هيك اللوكوتير هذا عندك بابا وهاي الكاسكيت نحينا ويرحم والديك يا مرزوق. خليني اسالك بشوي. تفضل. شنو اللي في يديك؟ راه هز يديك خلينا نشوف. هذاما هذا محل قالوا لا تربح عطاني 4 سنين في تونس. والضرب هذا في يديك. والله في جرته ها. شو خريطه اللي عندك؟ شنو هي؟ يديك في داي. هاي بابا. راه تفضل معاك. برد علي ولا سنسنا بالهم. شنو هذول في يديك؟ والله كيك يا عبارة مقربة كرب انا خويا كلمك انا كلمتين والله العظيم بالرسمي هذا ديجا حومتنا وترى بينا فيها ورجال ريتها في الحومة هذيا مهما كانت صفتها يا معلم مقدر ورجال ومقدر ونساء اما القانون بتاع البلاد هذيا ولا دستوركم ولا قانونكم وما يعجبنيش قانونكم هذيا بالنسبة لي انا في راسي في راسي في راسي في راسي ما اللي قانون عندكم تقول مرمى جاي لو اني مرمى جاي خير منه سامحني قبل ما نكمل نحكي معاك باش نسالك سؤال سهل ياسر والله نجاوب قول لك اثنين مع واحد قداش يشيو والله الشيخ ما نعرفش نجاوبك اثنين مع واحد قداش اثنين مع واحد بالله خلينا نسال واحد تحوط مستحق خاطر انا القانون ما نفهموش اثنين مع واحد قد ايه؟ 8 جون قال لي 8 جون 8 جون يا ودي نغني لك انا نحب نغني لك انا هذا باش نغني لك انا اوكي 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 شو لا قانون لا دستور هذه بلاد يعطيها بقله لا قانونكم لا دستوركم ما يدخلش الرسم ما على باليش غني لي حاجه حاجه بيت راه اش تحب نغني لك يا مواد تحب انت مامي لا لا تيتا من النهاية ما عزيزة تيازة 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 ورا حمد بابا على بالي بها جملة يا ودي حاسة الرجال هذا راه ما نحكيك على البلاد هذا أما براس سمانتك سايب علينا من الراية وسايب علينا من الشيخ تعطيني حاجة بي يا عمري ما ظنيت الدنيا هكذا و يسيب علينا سيبني سيب انت خلينا لنا شيخ هم خلينا ولا ما عمري ما صلت يدي يا عاطف خلينا نحكي مع التلفزه توا هادي اجا صاحبي طلع فاش توا محضر تحضر تقول قاعد في بقه من تالي يا زغ هاني جاي يا سلمى والله ما نعرف غني يا معلم والله ما نعرف باش نجيب نقول له باش نغني لك غنيه ترى غنيه والله العظيم ما نعرف والله العظيم ما نعرف ورث قدرك ما نعرف دخلت تنورة خلت تنورة اختي كاتب على اللفيات والله ما عرفت ما عندي تعرف شنو هو يجي يصير فريش يا ابو عظم خليك ليا يا بلادي وعليك النادي أرضي وأرضي جدادي فيها تربيت أنا قطعت بحور زماني